نساءنا سألن أنفسهن لأجل أي شيء خلق؟ إحنا انخلقنا حتى النساء يفترن بالمولات والمحلات والشوارع. أنا عجيب دا ألتفت إلى فرد ظاهرة دا تطلع ما أدري منين رجل شارع تباوع ل 80% نسوان دا يمشن بي وعشرين بالمية زلم. الطب للمولات تلقى المرة قدامك، الطب للمحلات تلقى النسوان قدامك، الطب للسوق تشتري بقالة تلقى النسوان قدامك. وفرد ظاهرة والله خسيسة وقذرة، مرة تتمضحك للبقال على مود ينزل لها 250 من سعر البوتيت، تبيع وجهها ووجي رجلها وشرف العائلة كلها على مود. صدق أمير المؤمنين حينما قال نساؤكم عوراتكم فاستروا عوراتكم في البيوت. المرأة إدراك 50 عاطفة 100، الرجل إدراك 100 عاطفة 50. مسألة معكوسة بين الرجل والمرأة. مرة من إدراكها 50 يا مصخم الوجه ايش عندك مطلعها للسوق تسوق لك؟ من راح تضحك ويا البقال، ومن راح تضحك ويا ابو السمك، ومن راح تضحك ويا ابو الدجاج، ومن راح تضحك ويا ابو المخضر، ومن راح تحكي ويا كذا؟ مو الحشمة شوية شوية تروح؟ المرأة إذا ذهبت حشمتها فعلت أشياء لا يرضاها الله عز وجل. ورا يومين من تسوي لها شيء تجي تندب حظك وتقول فضحتني وفضحت عشيرتها وفضحت بيتها وفضحت جهالها. منو اللي طاها المجال؟ مو انت تجي تطلعها للسوق وحاط الفلوس كلها بيدها؟ انا عجيب هالظاهره، هاي غريبه عن مجتمع. الرجل هو اللي يروح للسوق وهو اللي يتسوق وهو اللي يجيب وهو اللي يختلط بالرجال، المرأة ما تطلع خارجي. لكن شوف جهل المجتمع بالله وبأحكام الدين وين وين يجر. فتيات نسألن أنفسهن، الله خلقهن حتى هن يشاهدن المسلسل المدبلج؟ فتاة عندها قابلية تشاهد 6 مسلسلات 7 مسلسلات عربية، بس ما عندها قابلية تقعد تقرأ القرآن نص ساعة. فتاة عندها قابلية تحفظ لك مسلسل مدبلج من بداية نهايته، نور ومراد وغيره من هالأمور، بس ما عندها قابلية تقعد ساعة تسبح الله وسبح ربك. أكو عندها رب لا يغفل ولا ينام، ينظر إليها حيث لا تنام، أخلقت فتياتنا لأجل أن يرتدين البنطرون وينزلن إلى الشارع ويغوين الشباب؟ هذا دا أحكي بيه واقع، لو دا أجيبه من جيبي. بعشرة محرم بعيني شفت جوقات نسوان متبرجات، وهاي لابسة جبة فرنسية، وهذه الحاطة مكياج، وهي اللابسة بنطرون كابوي من جو العباء، وناس لا جوقات ماكو ياهن زلم على بوي زورا، وذول الشباب ماخذين راحتهم. ما حد سأل نفسه أنا ش عندي مودي عرضي ومنزل بين الزلم. المرأة ذا تريد الزور خزور من بيتها، الله يتقبل الزيارة، حسين يتقبل الزيارة. صدقني ذني اللي نزلن ويختلطن بالزلم ما يعرفن الحسين أبدا، والله لا يعرفن الحسين، أقسم بالله. سيد الشهداء أبو الغيرة والحمية دا يشرب مي في كربلاء، صاحبي لعين يا حسين أتشرب الماء وقد هتك عرضك؟ شمر المي وقام. الراوي يقول ولم يشرب وقصد هذا الحسين. ذني لو يعرفن الحسين ما نزلن يدافعن بين الزلم.